بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم إن أريد بالجلالة مدلولها فإضافة اسم إليها حقيقة لامية للاستغراق إن أريد كل اسم. وحكسوا بحي مصنفك علي رحمة الله لفظك بسمئة بعض يسينك لفظك الله يا رواء وكهدل الله يا رحمن يا رحيم أشك جرتا الله أشك جرتا محيطها. أولا قلت الله بسم الله الله ذا محلو جيدة لبا معنى مدبالو جيدة إما ده مصمه إلو جيدو إله لو جيدو سبحانه وتعالى ومركا وحي نغني إضافة بمعنى اللام ومقعي إله أولى هاوي بسم الله إله مقعي أي النغني أشنا واستغراقية أما واجنسية استغراقية ينكو في عانتهاي طلبات لفظك الله أه لفظك يسا إن لو جيدو وألفتان يلا وضن اللام يهأذان إن لو جيدو بسم الله لفظك الله أه إن لو جيدو مرهدي الله لفظك إذا لو جيدو إضافة اسم الله لو إضافي وبيانية وحيكات ديغانتاي بسم هو الله بسم مقع وهو مقع با الله أه أيامك باللابني أيها اللوجي ذا ويهي لفظي هذا هدي اللوجي ذو حقا إيه ديجي هدي معنى هاللوجي ذو أشاء الله كجرته واستغراقية أما واجنسية استغراقية مرك اللي يلا هذو مقع أسماء الله سبحانه وتعالى رمان أيكو هذا دعي إلا سيدة هذا استغراق وحوية جميع أفراد الجنس جنسي أفراد يسا وردان أيكو دعي وبسم الله لفظه الله الله إله مقع يديسا مقع يدا أوليه أيانكو باللابني هذه الجنسية اللو جيدنا جنس في بعض الأفراد أيكو دعي بسم الله إله مقعديس جنسي ودا قار كميدا أيام كوب اللابن أيون نقوني معناها سوربا ينكاظل. ثم إن أريد هذه اللو لجيدو بالجلالة لفظ الجلالة هذه اللو لجيدو مدلولها وحي أي تسيسي وذا تذي باللو جيدا مدلول ساس أجيدا ذا تذي هذه اللو لجيدو فإضافة اسم اسم إضافين تيدا إليها الله لو إضافيا حقيقة حقيقة وهي حقيقة أولامية لام لو نسبينيو إلا إضافة بمعنى لام إيو بمعنى من إيو بمعنى في إيو نغطة وكان نجر سمهين وحكا ديقان اسم لله مقع الله أوليه للإستغراق بين أسغلات غرغين وقور ما إن أريد هدي اللو جيدة كل اسم اسمك استوى من أسمائه مقع يضع الله كبدا تعالى كانوا إسرعي أو للجنسي أما أشو جنسي ويانو جنسي بي أسوناتي إن أريد واهدي لو لجيدو جنس أسمائه أسماء ديسة جنسي قوة تعالى سري أي الجنس هدي لو جيدو جنسي قوة في بعض أفراد في ضمن بعض الأفراد أفراد دقار كيدا كل حجرو لا من حيث ما المسورو بكرتو هو جنسي موجود وياه يعني جنسي أفراد لمان إلو لجيدة ما دعي كرتو ما حد عاي إذا لا يمكنه وحسو روبي كريم أن نطقو كوهذل به أفراد دي إلو وهذلو أما جنسي دمانتي إلو وهذلو حتى يقع مركا هدعو ابتداء بلا بشال وبلا وذا هدعي أو للعهد أما أشو عهدية ويانو بمذكار أهاريد إيا اللو جيدة إن أريد واهدي لو لجيدة اسم مخصوص اسم قار أهاريد قال الشنواني وحويره شنواني وحولين يهي قال شنواني شنواني وحولين يهي قال الشنواني إيه بما سيد تعالى
قال شنواني والاستغراق استغراق يا أولى هنا هلكري بسم الله يا أولى هبون وإن قلنا أبا نراهنو بأولية بأولوية الجنس جنسك وناقيسة في الأفراد في الحمد حمد ما كان جوجنو جنسك في عنب أن نراهنو لأن القصد أجيده هنا هلكني وحلوه جيده بسم الله التبرك بركيس أي اللو جيده تبرك أي اللو جيده ويهي بذكر أفراد الاسم اسمك أفراد سرمان شيكتان كودة كلها رمان تود الله شيكو أفراد رمان الله شيكو البركيس ريو والاستغراقية استغراقية دنا بمنزلة قضايا الرماء منزل كودة أما بوس كودة يتعالى قضايا متعددة تروبي بعدد الأفراد أفراد تروبي إذا كنت تروبي بخلاف الجنس جنس قاس خلاف سن والمقصود أجيده هنا هلكني إثبات اختصاص الأفراد أفراد والمقصود هنا كما قري كاف بيدين قري هناك إنه يرى هذا فعنيد والحمد أجيده والمقصود أجيده هناك هلك حمد وحلوه أجيده إثبات اختصاص الأفراد أفراد لخاص نقش هذا إذا إن لسوه وإثبات الجنس جنسك أو لسوغانا إثبات سجد ويه لها أفراد لسوغيو بطريق البرهان دليل حجة وضد ذن الوسوغيو أو سداء إذ لو كان هدو أهان لها فرد مت أو منها حمدك كمدا لغيره ألا غير كمد أسوان لما اختص ألا لما اختص مؤسن كون النغدين به ألا الجنس جنسك ألا كم كون النغدين هذا عيد كلا أي وحكلا أي ولا لا هي لتحققه معادعة لتحققه وحقيقه بلها حمد ياسي في ذلك الفرد فرد ياسي وحقيقه بلها فإن قلت هذه أطره يلزم وحال لازمي من إثبات الأفراد إفراد ما من إثبات الأفراد مفرد يالا سوق الدولة وحكا لازمي إثبات الجنس جنسي إن لسوق أيضا نغضي سلا هذه أطره وأفراد هذه أصوته جنسي إن واسوكت إذ لا يتحقق مسوروب يو جنسي إلا في فرد فرد أيوك سوروبي أو فهما جنسي إيو استغراقي متلازمان وإسلازمان سلا هذه أطره فلم رجح وح رجح كرانا مجرو له جنسي رجح كرانا قلت وحن كولا إيهاي يرجحه وح رجح كون الأفراد أفراد أهان شهد غير مضبوطة مثل كوبي كرماها حمدك أفراد ديسا مكوب ميسو ما عاد عاي هالنعمة ربي سبحانه وتعالى يلقى حمدين أيو مرول بو متجدد مرول بقوة عصوة وهرية عصوة مرين أيا صوة مرية مركة واحد مضبوط هو لكوبي كرما ماها فإن قلت يلزمه فلم رجحه قلت وحن ليها يرجحه وحرجحه كون الأفراد دي أفراد أهان شهد غير مضبوطة مثل كوبي كرايا نهين لعدم تناهيها رمان شهد أفراد رمان شهد أيان لهينين فجعل اختصاص الجنسي جنسي كخصيصي ديسا إن لغاية دليلا متو سنية عليها أفراد تسنية أي أنصب مناسبة بضن من العكس عكس أيو كم مناسبة بضن يهي ليستدل سلو دليشدو به جنسي سلو دليشدو على ما وحا سيوجد لهلي دونو منها أفراد حالو كمدي أفراد لغا حمد لها حالو كمدي هاي وين أريد هذه الله دونه من الجلالة جلالة هذه اللغة جيدو لفظها لفظك هذا بسم الله لفظك الله هذه اللغة جيدو فالإضافة إضافة للبيان بيوسكناتي بياني وإضافة ووصفها صفين تذحين إذن بالرحمن الرحيم وهي بسم الله لفظك الله هي الرحمن دي مركا كسفيسو الله اللهنا لفظك لو جيدو دي لفظك ما هو حن حريستو لفظك مدلول كيس مسميه سي الله وي وحن حريسانيو مركا سيداد اوغا سفين كرتا لبا ميد ويان انا تلاحظو من باب الاستخدام ويانو الرحمن يا الرحيم لبا سف مشبهه ويان ضمائر تكو استورن الله با لو عليني لكن معنيه مركي هولي لو لجيدو لفظك اما هي مدلول كأو مسمها إيا اللولجي إذا سلا إناترو إيا إناتر هذا ومجاز عقلي ويانو من إثبات الشيء لغير من هو له شيء وحسن لهي لسينا يو ويو لفظك الله رحمة دمالي الرحمة دوحا إسكالي الله مقع عن عدة ومقع أويهي وإله هذا بي إله وحي أولها رحمة دا إيا مقع إسي لسي لباقوا أبو صوة
وين أريد هذه اللذون من الجلالة جلالة هذه اللوجة إذا لفظها لفظ هذا فالإضافة إضافة للبيان بيان بأسونا توصفها كتلما منتها يكوسفين تحينا إذا وقت غبي الرحمن الرحيم لوصفين يو إما من قبيل الاستخدام استخدام وددي سينيته استخدام مصون شيخنا سماهين واللفظ سلو شيخي ضمير لو سعلي سكلي لو لجيد ضميرك بأن يرجع وإلا عليا الضمير وضميرك المستطير كو أسترنا فيهما الرحمن الرحيم كو أسترنا يا الله جلالة اللعلين لفظ الجلالة اللعليني بمعنى الذات ذات هذا معنى هذا اللعليني أو مجاز عقلي إن الله وضه في إسناد ما شيء تيرنتي للمدلول مدلول كأسقنا يا للدال اللو تيري مدلول كلفظ الله يا وحا أتسين يوي ومصميه دال لغانا ولفظ الله هذا مدلول كإله لفظ عد أمك عويه الله وحي أولها أي لفظ الله لسي ومجاز عقلي اللي هذا كاسي من إسلام ما شيء تيرنتي للمدلول مدلول كأسونا مسمها أسونا يا للدال لفظ لسي وإنما لم يقل مدهن حين إذن وقتها بالله وهذا يسيرتها بسم الله لفظ الله يسوم مجدد ها ما حد بالله أديه ويدي أنت باسمك هورمريني بالله لفظ الله حد أديه ويدي وإنما لم يقل مدهن حين إذا وقتها بالله مبالغة كحل إراشة في التعظيم وإنه إنت أيالو حل إراني يوال أدبي أدبت كقولهم هذا الكوضاء إيه لم يتهي سلام على مجلسك العالي روح بعد سلامي سلام بدبادة على مجلسك مجلسك هذا دوشيها هذا العالي إيه سري عليكم بعد كوضاء بركة روحي بعد شرفي هايس على مجلسك العالي أو على حضرتك الأشريفة أي عليك اللجيدة والرحمن الرحيم لبدا لفظي اشتهر وحا عن بحي فيهما دحدودا بحسب الاعراب اعرابك قدرك وحا كو عن بحي تسعه اوجه سغال وجه يمتنع وحا منعون منها سغالك جرور رحيمي مع نصب الرحمن او رفعي لان النعت التابعه اشد هل كان وصودا الرحمن الرحيم قرانك دو سنه متبعه لما بدلي كرو لكن قران غير كي الرحمن الرحيم قسمه عقليه او هي كيني كرت سغال سوره سقالك سورة وحوي رحمن نون تيدا سد حركة صار رحماني رحمانا رحمانو رحماني هديات روا نعتي ديم الله ذو رأسي هاي رحمانا يا رحيم رحمانو هديات له هذا روا نعتي نعتي مقطوعة نعتي مقطوعة من القرنة ونعتي نعتي مقطوعة الله جوستي هدي رفع الله جوستي مبتدأ لو قدري هدي الله جوستو فتحرة نصب عامل نصب الله قدري وأعني يمدح يأحس القدرية هي سد حركة صار رحيمنا ميم كذا سد حركة صار سنة سد حكول فوق سقالين قنية سد حكول فوق الوش معناه هذا وحوي لا بد من إسلام حسنك رحمن الرحيم إسلام كردك رحمن الرحيم إسلام جود رحمن الرحيم تنهار حسنك رحماني تنبه كردك رحماني رحيمة أما قد تندب رحماني رحيم تنكر كردك أو رحمانة ده كان هو هوسدك رحمان الرحيم أما قد رحمان الرحيم تنكر قد رحمانو تندب هوسدك رحمان الرحيم أما قد وحن جاء أما كردك رحمان الرحيم سقالك سوروي سقالك سورو وحمنعون رحمن انت اد رفعسو اما اد نسبسو او رحمان انا ترو اما رحمان اترو رحيم انا كسرسو او رحمان الرحيم اما رحمان الرحيم ممنوع واي ما هي ممنوع تاي نعتي مقطوع مركه او يحي يعني اسم منعوتك امرك اد قال راعسو منعوديسي كميدا قارنا اد كغويسو وحا لازم قارك اد راعين ان اد هرمريسو قارك اد كغوين وا انو دنبيا هذا الرحمن رحمة الرحيم هداك الجويسو ما بيا وحنو جد الرحمن هداك الجويسو رحيمنا أذرعيسو رحيم كائنه هرية كان أذرعيني وينه هرية وقطع وتبعين يكون معينة بدونها وبعضها على مضنا بيت بجلساسة يعني كي أذرعيسه وينه كحجة والرحيم كأذرعيني وينه الله هذا كحجة رحمان که آد کجا سرینه و اینو دنبیه. مربر رحمان که آد کجا سته دور کوچیگو اللهی
رحيم مرة عن كريسي وين كجوسا أسن لازم سدى يوجي ذا والرحمن الرحيم اللفظ قاسي اشتهر وحا عن بحي فيه ما لبضى نحضوه بحسب الإعراب إعراب قدر كي وحاكو عن بحي تسعة أوجوه سقال وجم تنعو وحا من عمنها سقال كاسي جرور رحيم الرحيم إلا جرور لا إتباعيه مع نصب الرحمن أو رفعه رحمن لا نصبنا أيه إلا جريه ما لا نصبنا أيه إلا رفعنا أيه لأن النعت التابعة نعتقا راعيه أشدو أسيا أيادرا ارتباطا كحنانشها بالمنعوت الوحد ناضو فلا يؤخر نعتي للراعين يي الراعي من عود كيسة لما تبي ديجي كرو على الموضوع يكيل لقى قوس لقى بد بديجي كرو كما قال ابن أبي الربيع سيدويري لأن في الاتباع راعين توه حكوسون بعد القطع مركع عاد قوس تكذب إن الراعي سوى حكوسون رجوع النقاشة إلى شيء شيء لون نقضه بعد الانصراف عنه مركع لقى تجي كذب فمنع والد لذلك فمن عم يغره مغره يا يا ما يشغل الله مره بيع وحكى لي بغره شيخ المحاوين نحو من أخيها إنما شغل الله مباهنه فمنع لذلك الاعتراض للجملة من الصفة والموصوف لوقوع فينا لا لمتر وحوي فمنع فمنع ذلك سدائي لودي لا لاعتراض الجملة وي لا بما شاكو جرت لا لاعتراض الجملة جملة ذا معترض لماذا يذا ما أي كين بين صفة يعني وحو جيدا مع أنه أصوض قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ما بنانو بسم الله الرحمن الرحيم ما بنانو حسن أبناني نعتق مقضوعة نعتق تابعة تابعة وإن هرية مقضوعة وإن الدنبية سو سيدا ماها دي مسيرو بكرتائنا ترادو الرحمن أديات نسبسو أما أثرف عسو وحا نسبنا يا فعل محذوفة وحا رفعنا يا مبتدأ جملة ذا سينة نعتق إيا منعوتك كلاد حقيلي جملة ذونا معترضة و الله يا الرحيم يا نعتي كلا الرحمن ومبتدا ادو قدرتي اما الرحمن او فعل نصبنا يا ادو قدرتي جمله نقضي جمله ذا معترضه واي صحيح سو لما سوتان هذا جمله معترضه يا نعتي يا منعوتك اني كلا دخغشو ان لا اوغولين تاميا لو ديديه ور ما يتا لو مديدنا تاس و بنانت القران كبي كسو ارورتي وانه لقسم الله تعالى بورا عظيم وإنه دار تاسي لقسم دار وي دار تو عظيم وي ونعتي يقرأ لو تعلمون جملة معترضة راح تكون جرت مركز جملة معترضة راح وي نعتي من عطوي كلا راح جلي كرت دب ملة أي واحد لو دي ديه هو حوية نعتي مرة لقى جوستي هذانا مرة ما إلا راعي لدي ديه هي أنت سو ذا مركز خلط كيف نقوه ضاي فمنع والديدي لذلك أرك عن صو شيء ندرتي سلود ديدي رحمن إلا رفعي أما لنا سبي الرحيم اللي جرو لا لاعتراض الجملة جملة معترض لماذا إذا لو مديدنا لا لاعتراض الجملة جملة تحجيل ديدا بين الصفة والموصوف أي نحج الشيء لو مديدنا لوقوعه اعتراض كدعتان كيس درت إذا لو مديدين في نحو إنه لقسم الله تعلمون عظيم أو كلا يي نحج الشيء أو إنه لقسم قسم كأو عظيم ونعتي من عودك لو تعلمون أن جلالة معترضة على أحد كجر خلت كيسا وحكم إذا في النحو إنه إنه لقسم لما جاروا إيه غري لما إنه بسكو دابا غري وجعلوا الرحمن الرحمن كي يلدي نعتا نعت لغي يلو مبني وحال قد لسي على أنه صفة مشبهة يعني نعتي وإنه مشتق نوضاء ما مشبه بمشتق وين نقضى صمهن ونعت بمشتق كصعب وذريب وشبهه كذا وذي والمنتصب وين نقضى نعتق صفة أما شبيه بالصفة مشتق أما شبيه بالمشتق وين نقضى صمهن بركو حيث ويدين الرحمن ومقع الله مقع الله جامد بنقضى هذا اسم النقضى
seenacti ku noqonaya saas wada laakiin hadalkaasi wuxoogaa baa ku jira maxaa dhacay min baabi alcaqiida sideedaba waxaa jira asmaada alle subxaanahu watacaala asmaadaasi asmaaun min xayu dalaalatuha cala adaati wa awsaafun min xayu dalaalatuha cala almacnaa baa la yidhahdaa asmaada alle daatada tusida ay tusi waa ismi magiciisi weeye rabbi subxaanahu watacaala macnaha marka ay tusina waa sifaat ilaah uu leeyahay alraxmaan sifatu raxma ayay tusini sifadaasuuna rabbi leeyahay subxaanahu watacaala ee ismi jaamido daatada keli tusinaya ma aha alraxiim sidoo kale weeye waayahay wajacluu raxmaani raxmaanka yeelidii nactan nacti laga yeelaa mabniyun waxaa lagu duldhisay calaa annahu raxmaanku sifatun sife inuu yahay sifada oo mushabbihatun ismi faacil shabihi amaa calaa qowli alaclam aclam hadalkii haddii aan qabanno iyo wabni maalikin ibnu maalik hadalkoodii innahu rafiga raxmaana calamun calam weeye la yidhaahdo muxuu calam u yahay likathrati wuquucihi dhicitaankiisa badigeeda badnideeda fi lqur'aani qur'aanka ayuu dhacay matbuucan xaal u yahay mida la raacayo isagaaba mancuuta laa taabican isagoo taabici ma dhaco fayucrabu waa la icraabi markaa haddii la yidhahdo waa ismi jaamida bedelan bedel ayaa la icraabi fayucrabu waa la icraabi bedelin xaal uu bedel ka yahay min aljalaalati ismuljalaalahu bedel ka yahay markaa waraxiimu lafdiga raxiima nactu nacti weeye lahu raxmaan ayuu nacti u yahay markaa oo allaahi nacti uma noqonayo raxiim waa nacti oo lahu liraxmaan raxmaan nacti u ah laa liljalaalati ismuljalaala nacti uma aha id laa yatqadamu ma horumari karo albedelu bedelkii cala nacti kama horumaro bedel iyo nacti waa inuu horeeyaa nactiga bedelka waa inuu dambeeya fa cala alawali kan hore haddii aan qabanno yakuunu wuxuu noqoni majruuran bimaa jar haddii aan idhaahno alraxmaani waa nacti qoolka hore haddaan qabanno maxaa jaraya alraxmaani allaahida wixii jari hayaa jari mudaafu ilayhi soo maahan ismiga ismudaas yaa jaraysa soo maahan ismidaa unbaa jari haddii bedel la yidhaahdaana caamil ayaa u qadaran oo sideedaba qaacida waxay tahay caamil kasta oo taabica ku camalfalaya waa caamilka matbuuca ku camalfalaya bedelka mooye waayo bedelka niyatu takraari caamil buuqa isagaaba soo wada qaacidadii waraxiimu lafdiga waraxiimi iskaba dheh lafdigiisii xikaayow waraxiimi nactu nacti weeye oo lahu raxmaan u sugan laa liljalaalati ismuljalaala nacti uma aha id laa yataqadamu ma horumari karo albedelu bedelka cala nacti kama horumaro fa cala alawali qoolka hore haddaan qabanno oo alraxmaanida waa haddaan idhaahno waa nacti oo allaahida ay nacti ka tahay yakuunu wuxuu noqoni alraxiimidana wuxuu nacti ka yahay markaa raxiimida alraxiimidana wuxuu nacti ka yahay allaahida yakuunu wuxuu ahaani majruuna mid la jaray bimaa wixii jarna jaray mancuutahu mancuudkiisa wixii jaray ayaa jari bimaa wixii jarna mancuutahu cala saxiix haddaan qabanno wa cala thaani bedel weeye haddaan idhaa alraxmaani waa bedel haddii aan idhaahno bicaamilin caamilka oo muqadarin la qadaray ayaa wa cala thaani haddii aan qabanno bicaamilin caamil ayaa jari caamilka oo muqadarin la qadarayo lima shay dartiisu caamil muqadar u jari taqarara sugnaaday ana alcaamila caamil fi taabici taabica ku camalfalayo huwa isagu alcaamilu caamil weeye fi lmatbuuci ku camalfalayo ila lbedel bedelka mooye fa calaa niyati takraari alcaamili caamil celcelintii niyadiisu qabaa bedelka wa cala alqaci ka gooyid haddii aanu qabanno faljumlatu jumlada mustanafatun weeye haddii aan idhaha bismi illaahi araxmaanu araxiimu ama bismi illaahi araxmaan araxiima oo aan ka goosanno jumladu mustanafay noqoni istinaafan bayaaniya waxaa jira istinaafku laba qeyb ayuu u qeybsamaa si fiican u fahma istifhaam bayaani ah iyo istifhaam naxwi ah istifhaam naxwi ah waxaa la yidhaahdaa labada hadal way kala go-an yihiin wax isaga xiranna lama arko istifhaam istinaaf naxwiya la yidhaahdaa istifhaam bayaani waxaa la yidhaahdaa jumladan dambe jumladaa hore icraab ahaan way uga go-an tahay kuma xirna laakiin jumladaa hore su-aal ka dhalatay iyo jumladan dambe ka jawaabi haysa jumladaa hore su-aal ka dhalatay iyo jumladan dambe jawaab u tahay istinaaf bayaaniya la yidhahdaa kaas sidaa ayuu ujeedaa istifhaam naxwina icraab ahaanna isuguma xirna macna ahaanna isuguma xirna su-aal kala adatana kama jawaabayo khalaas jumla goonideed u socoto weeye faljumlatu wa cala alqadci haddii goosi aan ku dul soconno faljumlatu jumlada mustanafatun weeye istinaafan istinaafka oo bayaaniyan bayaan loo nisbaynayo
جوابا بيان كده وحكم دي هاي محوها بلاغدا سدح دي باب ميد كميدا بيان كواكيا وحكا آخر نقار كيس مجاز كبيان وكميدا جوابا استفهام بياني جوابا لأجل جواب كجواب درت هذا أي استئناف بياني أي هاي لسؤال سؤال لك الجواب يو سؤال شو مقصود به لولا قسأل يو التلذذ كراحيس يو تعظيم شأن المسؤول عنه كان لي سوي دنا يأرنتي إلا ويني بسم الله الله والله أتشي واكي الرحمن الرحيم هذا بقى الله مركز ويديني مية قران لا هاي ما إله عد جاهل كان نقول ماله إله ولا وذي قادنا لكن تلذذ ويانا وحندونيا إله سفدي سينا سيبا دي صوت شيشك دي شيكتو أيام قرى حيسانيا تلذذ بالي إلى هذا أوكي اضطناب وحيبه لي لها سبب كله كان إيه وكميديا هاي وغيره الإضناب وعكس الإضناب ميوها وكا تلذذ كأي الله كان إيه قرى حيسانيا نبي الله موسى يو إله وحويدي وما تلك بيمينك يا موسى معكو فلنا عصايا هي هتا إنو إسكحت في المبتدى عصايا كل يقول هذا كفر الله هي عصايا أتوكو عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى بدروا دلدلي بركة وتلدد يعني إله هذا الله الله وذكر راح يسنا إنه هذا الكسوق قابط جديدي هاي بركة واقع ودينينيا كوس وفيها وين نوعدي لجوي ولا أمي لجوي هاي قاس أو شغل نور الزيارني نواتني زيارني هذه كموقتها وده نبى ده قدر ده كسوق الشينة عندك الباب كان كسوق اللي شوف إني ما يعرفه صبر مرجع أو شغلوا الزيارة نبى شان تجني كو شيخ هاي ما بس كرونا أنك أقول تي سمح مين لكن بلاه وحكت نعدي شوف إني ما ده وقو تلحت كالي أرك ماشي واحد جوا أنا مركو يمادو أسوى حروتها أيوة حس تدك جوا دن فرس يلوغا لوغ استاغي سيد لو سودوينيا بني ادم waxaa lagu gooyuna kamid yahay moqta ruuxa marka aad loo ixtiraamo meeshii uu joogay inuu ka soo noqdo way adkaanay ilaa ruux ilaahu naxariisto mooyee shakhsala allee hijri waa wacdina dadkii isugu imaaday dadkii meeshii isugu wada yimid wacdina kulaha nabi muuse kulaha he ya imamul ghazali yuu waydiye ku yee nabi muuse ghazali day isku arkay غزالي أو متأخر هذا وقت نوها منهاج كنووي قرصة ما نووي كتاب كيسوي وكسو جابيي كتاب وليها عبد الكريم الرافعي وليها محرر ليه هذا محرر وسيط يا بسيط اللي كسو جابي وسيط كان يا بسيط كان يوحد واحد اسكاله معها غزالي عليه بركة درادوها غزالي حتى ما هين سلف كي يا ما هين الغزو وليها نبي موسى يا ويدي كلها غزالي وحويدي مقعا غزالي نسدح محمد اسكو حكتا موكتاي حوداي محمد بن محمد بن محمد علي دا وار اريد مقعا كلي ان كويديه محام محمد كان فرها بدن ادو تريس محام محمد كلي ودي واسو داي كولا مركز وحو داي غزالي اديغا با الهي وحو كويديه وما تلك بيمينك يا موسى عصايا كلي محدو دي واس هي عصايا وحا ما او تريس وداي كولا نبي محمد أو حدود يروي كي إدب سنيه هو هنيك النبي وايا وعهلا برم ينف يودا يقولا وعيار نبي حكى ديك دليرة ونمل وده جوكتو ولا سوفي وده قوا وياي خونا لو قدر وحي ما دخلوا له وحلي أرشيخ عالم سنة بل ليه وأول ما أسوي إسكو سود بريته دو ضارة ما عد كلا إسكو وكو كادية وياي فالجملة استئناف بيان وين كانت الجملة بعد المع صح لا استئنافا بيانيا جوابا لسؤال مقصود به لو لجد التلذذ كراحيسي وتعظيم شأن المسؤول عنه كل اسويدين ايو ارنتي سو لوينين ايو الله لوينين ايو لا تعينوا لو مجدوا إلا عينوا والإله وانقران لا هيا كوي مايا مايا لأن المولى الله تعالى سري لا يجهل لك جهل نقول مايا حيوانك ما لا يعقلك حتى جمادات جيدها انتيرك كل الله ويقانا سبحانه وتعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم صمهم كل وقت تصبيح سنيا مركب وحن قرنين ملي وليست حالا من الجلالة وهذا حالة كدقوا محديدة وحديدي حالة وحي فائديسا حالة وحي فائديسا تقييد وعنه الشيقين عامل كذا قيدة ومعناه وحن نقولي بسم الله إله مجعيسان كب الله بني
الرحمن هو حال الله الرحمن من حريصنا يؤيه مركو الله نحريصنا يكلي أيام كوب الله يا بقيس يعني مركو سنا حريصنا يننا كوب الله يو معناها سصوبعي حالة ظهرت ولا لازمة وحالة منتقلة معها ولا لازمة حالة لازمة وأمري دون إن شاء الله تعالى وحلي هذا حالة الصاحب كذا أوسن كزولينين ولي أكسي في سيئه وإله الرحمن مر والبو أكسي في سيئه وحاله ولا لازمة لكن سيئه ذبا بسنك الله كوب الله بشدي سو حق قيد إلا وحرا بلدي ديه مر والبعض وكوب الله بنا يا إن لي هذا وركز الصوضة وإن كانت الجمل بعد ما هو لا تعي لأن المولى لا يجهل وليست معها جملة حالا حالا معها من الجلالة اسم الجلالة حالا كماها وإن كانت هباءها تؤل جمل جملة إنك بعد المعارف معارفة قداشة إذا حال أيتها أحوالا حالوين هالنقطة إن شاء الله قاعدة سوى شيء قدرنا الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات أو صاف وحقابة كجرة مربان توضيحين دورنا باب النكرة والمعرفة هدين قارنوا إن شاء الله لأن الحالية حالية تفيد وحي فائدين التغييد البدء باللابشادة أو لقيد بسم الله تعالى إله مقع عيسى كو باللابشادة لغو باللابنا إلا قيد بحالة الرحمة لغو قيد رحمة حالة ذيذة وهي رحمة دونة وإن كانت هبا أهاتو لازمة حالا حالة حالة لازمة كل لقن لكن الملاحظة كالفيرين أيو عدم تغييد إنا باللقيد وي بوصف وصف إنا لغو قيد أمر وبعنا واكو باللابنا إياه وحاصل صور البصبلة بصبلة سوري إن كذا وحياها كإيمانية أن تضرب وإن طفتا أربعة العموم والخصوص والتقدم والتأخر في سبعة يعني وعزوها سورينا كإيمانية إلى نور بقول جاريو كنها تولى جارسين كلا سورين قاعوية بس إن قاعو كل تعلقه وعام وخاص ومتأخر ومتقدم وحساس زمان ومحذوف ومذكور قدر يا واحد كله فني سجالك صورة رحمن الرحيم كإيماني وياي وحي صوب هذا واحد كله فني الله إن ذات ذلول جيده يلا في ذلول جيده أشي إن جنسيته إن استغلاقيته إن عهديته واحد أصله بدنية واحد مزاوسي دي بدن ما أنت هالصورة ده وحاصل صور البصبلة بصبلة صورين كذا وحكى إيمانا يا أن تضرب وإن أطرفتا أربعة العموم والخصوص والتقدم والتأخر أفرتي وإن كل فتا في سبعة كون الظرف ظرف كأهانشه ومتعلقة متك حرمية بالفعل أو بحال من فاعله أو بالمبتدئ المصدري أو بحال من فاعله أو بخبر إنه كتعلقه أو باسم الفاعل إنه كتعلقه أو بحال من فاعله تضبص رواي كما تقدم تفسيره كل وصومرني تفسير كيسا سيدا عن صهر مرتي فصور المتعلق متعلق سورين كيسا 28 نغني ويضم لذلك أرنكا وحلو قيني احتمال القسمية والزيادة بوجهها وقسم يزيادة كدر لبدا دي وجه ويهي ويضرب والغنفان الحاسب وحيماد وهو 31 وياري في 9 الرحمن الرحيم تبلغ 279 سورة فإن نظير هذه الآية إلى احتمال الإضافة إضافة احتمال الذي على أربعة أفرت أهيد زادت وزيادة أصور سروين كزيادة ثم تتكاثر ويبضني جدا سنبع بالنظر فيها لمعاني الباقي بعد معاني ذي مركز الآية ومن الاستعارة أو المصاحبة أو التعدية أو غيرها فتأمل والله سبحانه وتعالى فإذا قال الشيخ أبو العباس وحجر البوني رحمه الله تعالى الرحمن الرحيم لبدا لفظي من أذكار المضطرين كوبا نبات تيسان أذكار تودا أيوكم مضطرين اسم فاعل اسم مفعول إنا سوكلا سارتان على الخربة إذن قال إذن كربة من أذكار المضطرين كوبا نبات تيسان أما كوبا الرفاء للرفاء دي أذكار تودا أيوكم تاي لأنه لفظ قاسي يسرع وحقود الدجيني اللهم مضطرين وحقود الدجيني تنفيص الكرابي كربوين كافي دي تانكو إيو وفتح وفتح أبواب الفرج فرج كأبواب تسوفره وقال ابن عربي وحجر سوفي قواه من داوام الروح الدائم على ذكره شيء قديسة لا يشقى أبدا ولي شق نغن مايو وإنما اختير والله دورتي هذان الوصفان الرحمن الرحيم أي الله دورتي في الابتداء كب الله بشهده
للإشارة إشارة درت هذا يلود درت الواضحة حتى على التامة نميسترن وبحيث إلى غلبة جانب الرحمة رحمة إن هذا غالب نقشدي سأ يلا إشارة يا يوسبقها هرمريد هذا لطفا حريص درت هذا بالعبادة أضبها لون حريصنا قال تعالى الوعيد ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الحديث عكسه إن الله كتب الله وحو قري في كتاب كتاب يغري وفهو كتابك عنده ألا اكتسك سقيه فوق العرش عرش وكسر ريا إن رحمتي سبقت غضبي. نسأل الله الله وحن ويدي سنين سبحانه وتعالى ألا سري أن يدخلنا إنو لقي ليه ميدان رحمتي رحمتي يسا بنان كذا إنو لقي ميدان أسلقه علي هذا بنان فردها لو عيارسيو أما ماشي كبدا لو عيارو كلي يعني واحد جري جري مال واجه رمال وحلا سمين جري وين بنان بنان كان سفر ده اللي قلته ببري جري فرس كمان كوري ولا درجني على شو مركب إطالة إكاتو يمال وحري دور بري وحناني قا جمع هنا فول نقوله على شو يروبني والله سو كحينا بنان كاس نأذ فول ماذا يقانو يا لوديبي نك كله دوري ده يمكتة فرس خطر واي ترو عادو يقان سل يقان لوديبي فرس كفول يا ماشي سكوري جري baato idi door bari ya sida leeyeen markuu barnayaa waa tababarkiisa wey meesha marka fardaha lagu tababarayo banaankaasi ama lagu tartansiinayo miidaan la dhijinaa suluqaha hadana wuxuu u jeedaa raxmadiisa banaanka yaani raxmadiisa Allah ha nagaliyo inuu u jeeda baxdu farasay buudada horu baqalka reeba kulaha baxdu farasa buudada horu baqalka reebay نمان براني فلانك وعن بيكسن كريوة ننصفي عن أفولي كني فرس وحيا دبي عد أولي وحاكمي ده حاكمي يوحي بالله ساري يبهالكي دبرك اللي ساري مرك الله رب رب لسيو وإن أطفوشو أطرب لقطة مركا سيدا دي وبودية مركا نيي قانو حال ربا دربا بالي لقطة لقى شداجرة دربا لقطة انتو قليو دربا كبودو لكن هذا سي ترتيب أو نجاري كو تاغن عمل أكد اكتو لقو كو برنيني كاركو كنحي marka farasku waa baal fiican weeyey barashadiisa iyo neejato wala hatta taamati ayay nasalu allah subhanahu wa ta'ala yudkhilana inu nagaliyo miidana rahmati naxariistiisa banaankeeda inu nagaliyo fi dunya wal akhirati bi jahi sayyidil mursalin amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qawluhu qala muhammadun fihi iltifatun والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه سبحانك اللهم وبحمدك.